انا بفتح بس دلوقتي اول ملف اللي احنا هنشتغل على. طبعا يا جماعه المحاضره اللي فاتت اللي هو الفيديو اللي احنا نزلناه من المحاضره التاسعه كنا بنتكلم فيه على الستيت سبيس ريبريزنتيشن، ودي احنا اصلا درسناها قبل كده في الكونتينوس تايم سيستم، وخدنا الثلاث صور الاساسيين، في صوره اسمها الكنترولبل فورم والاوبزرفبل فورم والدياجونال فورم، وقلنا ديت احد الصور اللي بيمثل بيها السيستم. صوره الكنترولبل فورم اهميتها من مفهوم الكنترولبيلتي اللي انا هشرحه دلوقتي واللي قلناه قبل كده، صوره الاوبزرفبل فورم من مفهوم الاوبزرفبيلتي بتاع السيستم، صوره الدياجونال فورم ان الماتريكس ايه بتبقى في شكل دياجونال مصفوفه قطريه فيها البولز بتاعت السيستم، فبالتالي تقدر بسهوله تشيك الاستابيلتي بتاع السيستم. يعني ليه الناس بتعمل سكوب على الثلاث اشكال دول؟ فاحنا طبعا قلنا ان في اكتر من صوره ممكن بيمثل بيها السيستم، بس يعني قلنا الصور الستاندر او القياسيه هم دول اللي احنا ذكرناهم. فده كان الموضوع بعنوان ستيت سبيس ريبريزنتيشن، يعني ان هو بيبقى بيدي لك جيفن السيستم في اي صوره بخلاف ان هو يكون موجود في صوره الماتريكس فورم، يعني ان هو يدي لك تو ستيت ايكويشن، وبيبقى مطلوب منك ان انت اللي تجيب التو ستيت ايكويشن اللي موجودين عنده. النوع الثاني بقى اللي هو الستيت سبيس اناليسيس، ان انت بيبقى جيفن عندك السيستم في صوره التو ستيت ايكويشن، يعني بيدي لك الماتريكس A وبي وسي ودي، وهو اللي هيطلب منك بعض الحاجات اللي متعلقه بالسيستم زي الريسبونس بتاع السيستم، زي الترانسفير فانكشن بتاع السيستم، زي ان انت تشيك الاستابيلتي للسيستم، تشيك الكنترولبيلتي او الاوبزرفبيلتي. هو نفس الكلام اللي احنا درسناه قبل كده في الكونتينوس تايم سيستم، بس بناخده على الديسكريت. طبعا انا نوهت ان للتسهيل انا فارض ان التي كابيتال في الجزئيه دي بتساوي واحد، لو هي ما كانتش بتساوي واحد كنت هقول الاكس اوف كي زائد واحد مضروبه في تي. نفس الكلام للستيت اكس اوف كي تبقى اسمها اكس اوف كي في تي، والانبوت بدل ان هو يو اوف كي يبقى يو اوف كي في تي، وهكذا. طبعا الماتريكس دي احنا قلنا ملهاش وجود الا في حاله لو درجه البسط اكبر من او تساوي درجه، لو هي اقل من درجه المقام هيبقى الماتريكس دي قيمتها بتساوي صفر. فطبعا يعني في معظم المسائل ابدا بيبقى لك تقريبا انها مش موجوده، ده للتسهيل بس. تعالى بقى اول حاجه، لو هو بمعلومات جيفن الماتريكس A وB وC وD، طالب منك اول حاجه الترانسفير فانكشن. لو انا عايز اجيب الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم، خد اول ستيت ايكويشن اللي هي الاكس اوف كي زائد الواحد بتساوي الA في الاكس اوف كي زائد الB في اليو اوف كي، وخد لها زد ترانسفورم. طبعا لو جيت اخد لها زد ترانسفورم، الاكس اوف كي زائد واحد المفروض تبقى زد في اكس اوف زد ناقص ايه يا جماعه؟ المفروض في ترم باقي هنا ناقص زد في اكس اوف زيرو. احنا خدنا قبل كده في موضوع الزد ترانسفورم لما جينا شرحناه استنتجت لك الادفانس والديلي اللي هو الاكس اوف كي زائد والاكس اوف كي ناقص ازاي نحسبه. فطبعا اكس اوف كي زائد واحد الزد ترانسفورم لها زد في اكس اوف زد ناقص زد في اكس اوف زيرو. بس هنا علشان يقدر يجيب الترانسفير فانكشن، لان لو انا سبتها لك بالصوره ديت هيبقى كاني بتعامل مع جزء نون لينير، فبالتالي مش هقدر اجيب ريليشن ما بين الانبوت والاول. فكنوع من ابروكسيميشن، نوع من التقريب، علشان يقدر ان هو يجيب الترانسفير فانكشن بيفترض ان الزيرو انيشال كونديشن يعني الاكس اوف زيرو كانها بتساوي صفر. ده ليه؟ علشان يقدر يجيب الترانسفير فانكشن بصوره اوتبوت على انبوت، لكن لو انا ما فرضتهاش الفرض ده مش هيقدر يجيبها بالصوره دي. فعشان كده الاكس اوف زائد واحد مع اعتبار زيرو انيشال كونديشن الزد ترانسفورم لها بزد في اكس اوف زد، يبقى الكلام ده بيساوي الطرف اليمين الاي الماتريكس اي في اكس اوف كي، الزد ترانسفورم لها اي في اكس اوف زد زائد الماتريكس بي في يو اوف كي، البي ده كونستانت، اليو اوف كي تتحول يو اوف زد. ودي بقى الاكس اوف زد في طرف لوحدها، يبقى كان الزد في اكس اوف زد ناقص الاي في الاكس اوف زد، الكلام ده هيساوي البي في اليو اوف زد. لو خدت الاكس اوف زد مشترك يبقى كاني بقول زد ناقص الاي في الاكس اوف زد، بس الاي دي ماتريكس والزد ديت سكيلر، فعشان اخليها عمليه الجمع او الطرح في الماتريكس متوافقه فبضربها في مصفوفه الواحد، يعني كاني ضربتها في واحد، فبقول زد اي ناقص الاي. بعد كده انا عايز اجيب الاكس اوف زد في طرف، فكاني هضرب في الانفيرس بتاع الماتريكس زد اي ناقص الاي. يبقى لو ضربت الطرفين في الانفيرس، ولاحظ ان الترتيب له اهميه، بمعنى ان انت كانك بتضرب الانفيرس اللي هو الزد اي ناقص الاي من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين بنفس الترتيب. يبقى في الحاله ديت الزد اي ناقص الاي اس سالب واحد في الزد اي ناقص الاي كان واحده في الانفيرس بتاعها يديني مصفوفه الوحده تنضرب في الاكس اوف زد تديني اكس اوف زد، الكلام ده هيساوي
الزد اي ناقص الاي اس سالب 1 تنضرب في البي تنضرب في اليو اوف زد بنفس التالي. يبقى كده انا جبت الاكس اوف زد في طرف لوحدها. تعالى بقى اعوض في الستيت ايكويشن الثانيه اللي هي الواي بتساوي السي في الاكس زائد الدي في اليو. طبعا الواي اوف كي ده في الديسكريت تايم هات لها الزد ترانسفورم، يبقى كاني بقول واي اوف زد هتساوي السي في الاكس اوف كي تبقى سي في اكس اوف زد زائد الدي في الاكس زائد الدي في الاكس اوف في اليو اوف زد. شيل الاكس اوف زد وعوض بالقيمه بتاعتها اللي انا بروزها لك بلون احمر ديت، يبقى اني بقول ان السي في الاكس اوف زد اللي هي مقروب عندي زد اي ناقص الاي اس سالب 1 مضروبه في البي مضروبه في اليو اوف زد زائد الدي في اليو اوف زد، وخدت اليو اوف زد مشترك يتبقى لي اللي بين قوسين اللي هو هيبقى بالنسبه لي الترانسفير فانكشن. يبقى كاني بقول الواي اوف زد بتساوي القوسين دول مضروب في اليو اوف زد. انا عايزها بصوره اوتبوت على انبوت، يبقى ترانسفير فانكشن واي على يو هتساوي سي في الزد اي ناقص الاي اس سالب 1 مضروبه في البي زائد الدي. نفس الكلام ده يا جماعه لو انتم فاكرين في الكونتينوس تايم كان هو هو بس بدل الزد كانت ايه؟ الناس معايا؟ بدل الزد يا جماعه الناس فاكره؟ الناس فاكره في الكونتينوس تايم لما كنا بنجيب الترانسفير فانكشن اوتبوت على انبوت بدلاله الماتريكس لا بدل الزد كانت اس، كانت اس اي ناقص الاي اس سالب 1 هي هي. يعني لو الناس راجعه او فاكره جزء الكونتينوس تايم فكان عندنا ان 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 الترانسفير فانكشن الماتريكس سي في الاس اي ناقص الاي اس سالب 1 في الماتريكس بي زائد الدي لو موجوده، لو مش موجوده يبقى بنكتفي بالجزء الاول. فهو نفس الكلام بس الفرق ان ايه بقى موجود عندي انها في زد دومين، فبقول السي مضروبه في الزد اي ناقص الاي اس سالب 1 مضروبه في البي زائد الدي. طبعا لو درجه البسط اقل من درجه المقام فكان الماتريكس دي مش موجوده، يبقى كان الترانسفير فانكشن هي سي في الزد اي ناقص الاي اس سالب 1 مضروبه في البي. الناس معايا كده يا شباب؟ تمام شباب تمام تمام يا دكتور. طيب ده يا جماعه اللي هو الترانسفير فانكشن. لو انا عايز اجيب الكاركترستيك ايكويشن، الناس لو بصت يا جماعه للترانسفير فانكشن اللي هو السي في الزد اي ناقص الاي اس سالب 1 في البي زائد الدي، هتلاقي ان الكلام ده كله الوحيد اللي هيبقى له مقام هو الماتريكس زد اي ناقص الاي اس سالب 1. الزد اي ناقص الاي اس سالب 1 دي عباره عن ايه؟ انفرس الماتريكس زد اي ناقص الاي. فبالتالي لما بتيجي تجيب الانفرس كانك بتقول واحد على المحدد. بعد كده مصفوفه بقى وبنبدا نجيب الانفرس بتاعها لو هي مثلا 2 في 2. فبالتالي الانفرس ده هو اللي هيخلي ان المقام عندي اللي هو المحدد بتاع الزد اي ناقص الاي. يبقى الترانسفير فانكشن هيبقى ضمنيا معروف ببعلويه الماتريكس ان المقام بتاعها اللي هيكون لو هي في صوره بسط على مقام، المقام بتاعها هيبقى المحدد بتاع الزد اي ناقص الاي. يبقى اذا المقام ده لو خطه وصوته بالصفر هو ده الكاركترستيك ايكويشن. يبقى لو انا عايز اجيب الكاركترستيك ايكويشن هي المحدد بتاع الزد اي ناقص الاي لو صوته بالصفر. طبعا ومنها هعرف البولز بتاعه السيستم. طبعا يا جماعه يعني انا قلت لكم في ان انا نزلت لكم فيديو للمحاضره الرابعه والخامسه، كان مهم جدا الرابعه ان انت تكون فاهم مفهوم الاستابيليتي، ان 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 بدل ما بتكلم في الكونتينوس تايم على المحور الراسي والجذور بتقطع على يمينه ولا شماله، بنتكلم على دايره الوحده، لان من عمليه المابنج المحور الراسي ده تحول في الزد دومين لدايره وحده، يعني دايره نص قطرها واحد. فبالتالي البولز لو جوه الدايره السيستم ستيبل، لو البولز خارج الدايره يبقى السيستم ان ستيبل، لو في بولز بتقع على الدايره يبقى السيستم كريتيكال ستيبل. فكان هي دي بس الحته اللي انت محتاجها على اساس تبقى انت فاهم نفس التكنيك اللي احنا درسناه في الكونتينوس مع اختلاف مفهوم الاستابيليتي اللي احنا قلناه ده. فبالتالي البولز الكاركترستيك اللي عندك لو سيستم درجه ثانيه او ثالثه او رابعه بعدد البولز اللي هتطلع عشان السيستم يبقى ستيبل لازم يبقى لها ماجنتيود اقل من واحد، لازم البولز تكون جوه الدايره. طيب المفهوم بقى اللي هو الثالث او الحاجه الثالثه اللي انت ممكن تجيبها بمعلوميه الماتريكس A و B و C، الكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي بتاعت السيستم. طبعا يا جماعه يعني قبل ما ابدا اقول لك الشكل الرياضي ده هنرجع له ثاني، تعالى الاول نفهم نراجع عليه. احنا قلناها قبل كده واحنا بنشرح في الجزء بتاع الكونتينوس تايم بس نعيدها ثاني ونفكر بس بيها. ايه المقصود بالكنترولابيلتي؟ احنا قلنا الكنترولابيلتي المقصود بيها هي الابيليتي لاي اكسترنال انبوت، يعني مقدره اي انبوت انت بتدخله للسيستم من بره
ان هو يحرك الستيت من قيمه انيشال لاي قيمه ثانيه. بمفهوم ثاني، لو جميع الستيتس بتاعت السيستم اللي بنقول عليها الانترنال ستيتس اللي موجوده في السيستم بتتغير مع تغير الانبوت، يبقى السيستم كنترولبل. لو في ستيتس جزء او كل لا يعتمد على الانبوت، يعني مهما اتغير في الانبوت بتاعك ما لهاش علاقه بيه، يبقى السيستم بنقول عليه نوت كنترولبل. طبعا الكنترولابيلتي دي بتفيدني في ايه؟ لما بتيجي تعمل ديزاين لاي كنترولر لسيستم، فلازم السيستم ده يبقى من ضمن الشروط اللي انت قبل ما تبدا تعمل الديزاين، ان لازم يكون السيستم كنترولبل، قابل للتحكم. يعني لازم لما ادخله ريفرنس سيجنال كانبوت، يعني انا بقول له انا عايز الاوتبوت يبقى يمشي تبع الريفرنس سيجنال اللي انا مديها لك دي، فبالتالي اصلا لو السيستم مش كنترولبل فالستيتس بتاعته مش هتتغير، فبالتالي مش هتقدر تظبط الاوتبوت بتاعه ان هو يدي لك الريسبونس اللي انت عايزه. فعشان كده الكنترولابيلتي ده كمفهوم مفيد جدا في عمليه الديزاين للكنترولرز اللي موجوده عندي، فبيبقى من ضمن الشروط لما بتيجي تعمل ديزاين لكنترولر لازم تتاكد ان السيستم كنترولبل. طبعا لو السيستم في شكل كنترولبل فورم فيعني ما ملوش لازمه ان انا اتاكد، بس يعني لو انت اتاكدت مفيش اي مشكله، لكن انا بقول ان الكنترولابيلتي دي بتفيدني في الحته دي. طبعا يا جماعه احنا خدنا قبل كده في الكونتينوس تايم اديتك مثال زي التيارات الكهربيه، وقلت لك لو فرضنا مثلا ان التيار اللي مر في الملف هو الستيت اكس واحد والجهد اللي على المكثف هو الاوتبوت، فانا عايز من الحته دي اوصل ان الستيتس دي بتمثل الميجرنج فاليوز اللي موجوده في الفيزيكال سيستم بتاعك اللي انت بتقيسها من خلال سنسورز او ادوات قياسيه معينه معاك زي افو او حاجات بالشكل ده. فبالتالي الفورس التيار الكهربي، الجهد، العزم، كل الحاجات دي ينفع انها تبقى ستيتس موجوده في السيستم. فبالتالي يعني على حسب السيستم اللي عندك، ونظام كهربي ولا نظام ميكانيكي ولا نظام فلويد ولا نظام ثيرمال، على حسب النظام اللي عندك. فبالتالي الستيتس ديت هي بتعبر عن الميجرنج فاليوز اللي موجوده عندك في السيستم، فاحنا بنرمز لها برموز اكس 1 اكس 2 زي ما احنا قلناها قبل كده في الكونتينوس تايم. فبالتالي الستيتس اللي موجوده عندك دي، يعني مثلا لو عندك دايره كهربيه انت مدخل لها مصدر جهد كانبوت، ده السورس بتاعك اللي هو الانبوت بتاعك. لو في مثلا في اطراف من الدايره على مكثف على ملف على مقاومه انت بتقيس جهد او تيار أو اي حاجه يعني خاصه بالدايره الكهربائيه اللي عندك، مهما اتغير في الانبوت ده الحاجات دي ثابته او ماشي ديبند عليه، يبقى السيستم ده بنقول عليه نوت كنترولبل. يبقى المقصود بالكنترولبيلتي ان جميع الستيتس اللي موجوده عندك في السيستم بيطلق عليها الانترنال ستيتس، يعني الستيتس الداخليه بتاعت السيستم، بتعتمد على الانبوت اللي موجود اللي انت بتدخله كاكسترنال انبوت للسيستم، بحيث ان اي تغير فيها يناظروا تغير في الستيت. ده المقصود بالكنترولابيلتي. طب الاوبزرفابيلتي ايه المقصود بيها؟ المقصود بالاوبزرفابيلتي بتاعت السيستم ان انت تقدر تحدد الانترنال ستيتس او تعمل لها استيميشن، واحنا قلنا قبل كده في الترم اللي فات ان الاستيميشن ده المقصود بيه ان انت بتجيب قيمه تقريبيه للستيتس اللي موجوده عندك. في بعض الاحيان ساعات بيبقى السيستم الستيتس اللي موجوده فيه ما انتش قادر تقيسها مباشره، نتيجه مثلا ان ما عندكش اجهزه قياس مناسبه، او ان في المكان بتاع الستيتس ده ما انتش قادر توصله، زي مثلا في موتور بيلف وانت عايز تخش وهو شغال تقيس مثلا التيار في منطقه معينه، بالتالي وجوده التيار في المكان ده يصعب ان انت تخش وتعمل عمليه القياس دي. فبالتالي عمليه الناس معايا يا شباب؟ ايوه يا دكتور. فبالتالي يا جماعه ان انت لو مش قادر ان انت تقيس الاستيتس دي نتيجه صعوبه اماكنها، او ان انت مش متوفر معاك اجهزه قياس، يعني مثلا عايز جهاز تاكوميتر مثلا اقيس بيه سرعه موتور، فانا مش معايا الجهاز ده، فاعمل ايه؟ في الحاله دي بيعمل استيميشن، يعني بيجيب قيمه تقريبيه للستيتس دي، بحيث ان القيمه ديت تبقى تقريبا قريبه من الحقيقه، تبقى مقبوله. يبقى نعم في نسبه ايرور في السيستم، بس بتبقى مقبوله الى حد ما. فلو انت عندك السيستم بتقدر ان انت تعمل بيه استيميشن للستيتس، بيتقال عليه ان هو اوبزرفابل، يعني قابل للملاحظه او المشاهده. فالمقصود بعمليه الاوبزرفيشن هنا اللي هي الملاحظه او المشاهده، ان انت تقدر تعمل استيميشن، يعني قيمه تقريبيه للانترنال ستيتس بمعلوميه الانبوت والاوتبوت اللي انت بتدخلهم، يعني من غير ما ابص على الستيتس الداخليه بقى،
انا شفت الانبوت اللي داخل السيستم وشفت الاوتبوت اللي داخل منه، قدرت منهم ان انا اعمل استيميشن للانترنال ستيتس اللي موجوده عندي. في الحاله دي بقول ان السيستم اوبزرفبل. بالصوره الرياضيه بقى عشان يقدر يعمل تشيك على الكلام ده، الكنترولابيلتي، في عندي حاجه اسمها الكنترولابيلتي ماتريكس برمز ام سي، عباره عن ماتريكس العمود الاول فيها دي، العمود الثاني A مضروبه في B، العمود الثالث A تربيع مضروبه في B، وهكذا، بحيث ان اخر عمود A اس N ناقص الواحد مضروبه في B، حيث ال N اللي هي درجه النظام. يعني لو السيستم درجه ثانيه يبقى عمودين، العمود الاول B والعمود الثاني A في B، لو السيستم درجه ثالثه يبقى ثلاث اعمده B و A في B و A تربيع في B. الاوبزرفبل طبعا ده الكنترولابيلتي ماتريكس. عشان السيستم يبقى كنترولابل بقول ان المحدد بتاع الكنترولابيلتي ماتريكس لا مش فرق، بس اهم حاجه هو قيمه غير صفرين. نفس الكلام للاوبزرفابيلتي ماتريكس، بيبقى في عندي ماتريكس الصف الاول فيها سي، الصف الثاني سي في A، الصف الثالث في A تربيع، الصف اللي بعده سي في A اس 3 وهكذا لحد اخر صف سي في A اس N ناقص الواحد. فطبعا لو سيستم درجه ثانيه يبقى صفين، الصف الاول سي والثاني سي في A، لو درجه ثالثه يبقى سي وسي في A وسي في A تربيع. طبعا بنفس الطريقه لو المحدد بتاع الاوبزرفابيلتي ماتريكس اللي هو المحدد بتاع الام او لا تساوي صفر، نقول في الحاله ديت ان السيستم اوبزرفبل. ده بالنسبه للكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي كفيزيكال مينينج وكشكل رياضي ازاي ان انا احسب. الحاجه الاخيره او اللي قبل الاخيره السوليوشن بتاع الستيتس اللي موجوده عندي. السوليوشن دي اللي احنا بنقول عليها الاكس اوف كي، على اعتبار ان انت عندك تو ستيت ايكويشن، اول واحده فيهم اللي هي اكس اوف كي زائد واحد. فاكس اوف كي زائد واحد دي انا عايز احلها واجيب منها اكس اوف كي، عامله كده زي المعادله التفاضليه لما كنت بديها لك عايز اجيب حل المعادله التفاضليه، فهو نفس الكلام. فالاكس اوف كي زائد واحد ديت انا عايز منها اجيب اوحد على الاكس اوف كي. طب هتفيدني في ايه؟ هتفيدك في ان انت تجيب الريسبونس بتاع السيستم. عارف من المعادله الثانيه الواي بتساوي السي في الاكس اوف كي، فبالتالي الاكس اوف كي دي لو معلومه عندك هضربها في الماتريكس سي، في الحاله دي تبقى الريسبونس بتاع السيستم معلوم اللي هو الواي اوف كي هو الاوتبوت. يعني الاكس اوف كي زائد واحد بنفس الطريقه لو انا خدت لها زد ترانسفورم. خلي بالك بقى المره دي انا ما فرضتش زيرو انيشال كونديشن، لان انا مش عايز اعمل لينيرايزيشن او مش عايز اعمل ابروكسيميشن للترانسفير فانكشن. فانا في الحاله ديت كتبت الصوره كامله له، اكس اوف كي زائد واحد عباره عن الزد في اكس اوف زد ناقص الزد في اكس اوف زيرو. الكلام ده بيساوي الماتريكس A مضروبه في الاكس اوف زد زائد الماتريكس B مضروبه في اليو اوف زد، وانا عملت زد ترانسفورم للمعادله اللي عندي دي بنفس الطريقه اللي فاتت. خلي الاكس اوف زد في طرف والباقي في طرف، فخليت الاكس اوف زد تروح شمال والسالب زد في اكس اوف زيرو يروح يمين بالموجب. خدت الاكس اوف زد مشترك، اتبقى لي الزد اي ناقص الاي مضروبه في الاكس اوف زد بتساوي الزد في الاكس اوف زيرو زائد البي في اليو اوف زد. طبعا لو انا عايز اتخلص من الزد اي ناقص الاي بنفس الطريقه، اضرب الطرفين في زد اي ناقص الاي اس سالب واحد اللي هو الانفيرس بتاع الماتريكس دي. فطبعا يبقى الاكس اوف زد في الحاله دي. ايوه، هو احنا بنقول ان احنا ما عملناش زيرو انيشال كونديشن هنا ليه؟ يعني عملناه هنا ليه؟ هنا لان انت هنا بتجيبي عايزه يعني المفهوم من الحته دي انت هتجيب الريسبونس بتاع السيستم، فوارد ان انت يبقى في عندك انيشال كونديشنز موجوده، يعني مثلا تكون في مكثف او ملفات شحنه فيها قيم، فبالتالي الريسبونس هنا ان انت تشتغل في الديسكريت تايم وارد ان يكون موجود عندك زيرو انيشال كونديشنز موجوده، مش لازم انها تكون بتساوي صفر. فالمره اللي فاتت انا كنت مضطر اعمل علشان احد الطرق اللي بعمل بيها لينيرايزيشن، يعني عشان اجيب علاقه لينير واقدر اقول اوتبوت على انبوت، لو ما عملتهاش كانت هتبقى الصوره عندي نون لينير ومش هقدر اعملها. فانا كنت مجبر على الرغم انها حاجه مش كويسه، ده هي حاجه بتضيف ايرور للسيستم، بس دي احد الطرق المقبوله اللي بتدي نسبه ايرور بسيطه في ان انت تقدري تعملي موديل للسيستم وتجيبي ترانسفير فانكشن له. تمام معايا يا باشمهندسه؟ تمام كده خلاص. بس فهنا يا جماعه زي ما انتم شايفين بقى لما وصلت الاكس اوف زد بالصوره دي، فانا بقول لك بس للتسهيل عشان الصوره يبقى شكلها سهل، فبقول لك افترض ان الزد اي ناقص الاي اس سالب واحد دي ماتريكس اسمها فاي اوف زد، فلو استبدلتها فاي اوف زد يبقى كاني بقول الاكس اوف زد عباره عن الفاي اوف زد مضروبه في زد اكس اوف زيرو زائد الفاي اوف زد في البي في اليو اوف زد. الناس لو فاكره دي نفس الصوره المقاربه اللي احنا خدناها في الترم اللي فات، وكنا مسمين الفاي اوف زد ديت الترانزيشن ماتريكس المصفوفه المنطقيه. ف
لو انت طبعا يعني عايز تحسب بقى الاكس اوف زد هتبقى فانكشن عندك في الزد، تقدر بعد كده تجيب لها انفرس زد ترانسفورم وتجيب الاكس اوف كي. ده اللي هو ان انت تحسب الاكس اوف كي. طب ان انا اجيب بقى الواي اوف كي اللي هو الريسبونس بتاع السيستم. طبعا احنا قلنا ان الريسبونس بتاع السيستم في حاله الانبوت يو اوف كي، فالواي اوف كي عباره عن سي في الاكس اوف كي زائد الدي في اليو اوف كي. انا من شويه اثبتت ان الاكس اوف كي هي الانفرس بتاع الانفرس زد ترانسفورم بتاع الاكس اوف زد، حيث الاكس اوف زد اللي هي الفاي اوف زد في زد في اكس اوف 0 زائد الفاي اوف زد في البي في اليو اوف زد. فمن العلاقه اللي فاتت دي لو انت حسبت الاكس اوف كي عوض بيها في المعادله دي يبقى انت جبت الواي اوف كي. طبعا هيبقى مديلك ساعتها اليو اوف كي جيفن، بمعنى يعني مثلا ما اقول لك هات لي الامبارس ريسبونس يبقى اليو اوف كي امبارس، هات لي اليونت ستيب ريسبونس يبقى اليو اوف كي بواحد لان اليونت ستيب ريسبونس، وهكذا. فبالتالي هيبقى الماتريكس سي موجوده، الماتريكس دي موجوده، اليو موجوده، الاكس اوف كي هتحسبها من العلاقه اللي احنا قلناها ديت وتجيب الانفرس. وخلي بالكم احنا قبل كده شرحناها يا جماعه الترم اللي فات بطريقتين، قلنا ان انت ممكن تسيب الاكس اوف زد زي ما هي ما تاخدلهاش انفرس، وفي الحاله ديت تقول الواي اوف زد هتساوي السي في الاكس اوف زد زائد الدي في اليو اوف زد، وبعد ما تحسب الواي اوف زد تعمل انفرس زد ترانسفورم للواي اوف زد وتجيب الواي اوف كي. فممكن الواحد يعملها بالصوره دي، بدل ما اعوض بالاكس اوف كي لا انا ممكن اسيبها اكس اوف زد واللي هيطلع لي يبقى اسمها واي اوف زد، واقوم عامل انفرس زد ترانسفورم للواي اوف زد اجيب الواي اوف كي. الاثنين صح، يعني لو جبت اكس اوف كي وعوضت بيها صح، لو سبتها اكس اوف زد وبعد ما تحسب الماتريكس دي كلها وتضربهم في بعض وتجمع تحسب واي اوف زد وتعمل لها انفرس برضك صح. تعالوا نشوف كده امثله على الحاجات اللي احنا قلناها دي. هو هنا مدي لك ماتريكس ايه 2 في 2، العمود الاول 0 وسالب 1، العمود الثاني تقريبا 600 او 6321 من 10000 1، والماتريكس بي 1 1، الماتريكس سي 1 وسالب تقريبا 6 من 10. طالب تجيب الكاركترستيك ايكويشن وتتشيك الاستابيليتي للسيستم وتجيب الترانسفير فانكشن. طبعا بالنسبه يا جماعه للكاركترستيك ايكويشن احنا قلنا المحدد بتاع الزد اي ناقص الاي بتساوي صفر. فطبعا لو قلت زد اي يعني زد في موصوفه الوحده، يعني كاني بضرب زد ماتريكس فيها الصف الاول 1 0 والصف الثاني 0 1، يبقى كاني بضرب الماتريكس زد في اي يعني زد في ماتريكس فيها 1 0 و0 1. طبعا ناقص الاي، فلو حسبت الزد اي ناقص الاي هيدي لك الماتريكس اللي هنكتبها دي. هات المحدد يبقى هضرب زد في زد ناقص 1 ناقص سالب الرقم ده واضربه في 1 هيدي لك العلاقه اللي هنكتبها دي. يبقى اذا الكاركترستيك ايكويشن هي زد تربيع ناقص زد زائد 6 من 10 بتساوي 0. ومنها يبقى البولز بتاعت السيستم طبعا هي ما تتحللش بالنظر، هحلل بالقوام. يبقى اقول سالب بي سالب سالب 1 يعني موجب 1، موجب او سالب الجذر التربيع البي تربيع 1 ناقص 4 الاي في السي على 2 اي، هيطلع عندك الجذرين جذرين تخيليين بالقيمه دي. طبعا الجذرين التخيليين يا جماعه بالمنظر ده انا ما اعرفش هم جوه الدايره ولا بره الدايره، الا لو انت هترسم بقى دايره وحده وتبدا توقع الجذور ديت فيها وتشوفها جوه ولا بره. انما الاسهل اللي هي ان انا اجيب المعيار اشوفه اكبر من واحد ولا اقل من واحد. المعيار اللي هو الجذر التربيع للريال تربيع زائد الايماجينال تربيع، يبقى كاني بقول جذر النص تربيع زائد 6 من 10 تربيع هيدي لك تقريبا 79% اقل من الواحد، يبقى السيستم ستيبل لانهم كده جوه الدايره، يبقى كده الجذرين بيقعوا جوه الدايره. ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني طالب مني ان انا اجيب الترانسفير فانكشن للسيستم. طبعا انت لو بصيت في التو ستيت ايكويشن مفيش عندي ماتريكس دي بصفر، ففي الحاله ديت يبقى الترانسفير فانكشن السي مضروبه في الزد اي ناقص الاي اس سالب 1 مضروبه في البي. طبعا لو في دي كنت اقول زائد دي، مفيش دي عندي. طبعا الزد اي ناقص الاي اس سالب 1 انت فوق حسبت الزد اي ناقص الاي اللي هي كانت محطوطه بيه محطوطه، ما احسبهاش ثاني بقى طالما انت حسبتها قد كده. يبقى اقوم جاي كده جايب الانفرس بتاعها. لو بصيت للي فوق دي الانفرس بتاعها اقول واحد على المحدد. خلي بالك بقى المحدد هنا اللي هو الكاركترستيك ايكويشن اللي انت حسبته اللي هو بزد تربيع ناقص زد زائد تقريبا 6 من 10 حطيته في المقام اهو. وبعد كده بقول في ماتريكس الماتريكس اللي موجود عندي هي نفس الماتريكس دي بس ببدل العنصرين دول مقام بعض واعكس القطر الرئيسي، يعني ده سالب يبقى موجب وده موجب يبقى سالب. جيب الزد مكان الزد ناقص 1 ناقص 1 مكان الزد، يبقى هيديني الماتريكس اللي هي بالصوره اللي عندي. في الحاله دي طبعا يا جماعه اراعي الترتيب بقى، خلي بالك لما اجي اضرب عشان اجيب الترانسفير فانكشن السي في الزد اي ناقص الاي اس سالب 1 في البي. السي الماتريكس سي هو مديها لي
بواحد وتقريبا سالب 16 صف اهو في واحد وسالب 16 في الزد ده اي ناقص يس سالب واحد اللي انا كتبها فوق اهي بس الواحد على المحدد ده سكيلر تقدر تحطه قدام فعشان كده حطيته قدام اهو في الماتريكس بي اللي هو عمود واحد واحد طبعا لو ضربت الجمه في بعض راح الترتيب بقى ممكن اضرب العمود ده في الماتريكس دي هيطلع لي عمود واللي يطلع اضربه في الصف ده او اضرب الماتريكس دي في الصف ده واللي يطلع اضربه في العمود ده بس اهم حاجه يكون الترتيب فاللي انا عملته ان انا ضربت العمود الاخير اللي هو واحد واحد في الماتريكس دي طبعا يعني لما تضرب ده في ده يدي لك عمود مكون من قيمتين القيمه الاولى كاني بضرب الواحد في زد ناقص واحد زائد الواحد في 6 من 10 ده اللي انا جمعته الصف الثاني هضرب الواحد في سالب واحد زائد الزد في واحد اداني زد ناقص واحد طبعا العمود ده هينضرب في الصف ده هيدي لك في البسط القيمه دي تقدر تجمعهم يبقى هي دي الترانسفير فانكشن اللي عندك يبقى كده انا جبت له الترانسفير فانكشن طبعا طلع ان هو سيستم الضرر الثاني طب تعالى نشوف المثال اللي بعده كده مديني مثال ثاني الماتريكس دي برضو بتساوي صفر طالب مني ان انا اجيب اليونت ستيب ريسبونس للسيستم لو الاكس اوف زيرو قيمتها بتساوي واحد واحد يعني كده ما هوش فارض زيرو انيشال كونديشن طبعا احنا استنتجنا من شويه ان الاكس اوف زد عباره عن فاي اوف زد مضروبه في الزد في الاكس اوف زيرو زائد الفاي اوف زد مضروبه في البي في اليو اوف زيرو احنا استنتجناها من شويه وقلنا الفاي اوف زد دي ترانزيشن ماتريكس عباره عن الزد اي ناقص الاي اس سالب واحد ولو عايز احسب الزد اي ناقص الاي احسب الزد اي ناقص الاي الاول وبعد كده اجيب لها الانفرس بتاعها فطبعا الزد اي ناقص الاي اهو زد في مصفوفه الوحده فكاني بضرب الزد في واحد وصفر وصفر واحد هتديني الزد الصف الاول زد وصفر والصف الثاني صفر وزد ناقص الماتريكس اي اطرح بقى كل اليمنت بالمنظور يبقى هي دي الزد اي ناقص الاي وبالتالي الترانزيشن ماتريكس اللي هي الفاي اوف زد اللي هي عباره عن الزد اي ناقص الاي اس سالب واحد انفرس الماتريكس دي يبقى كاني بقول واحد على المحدد يبقى ده في ده ناقص ده في ده يبقى كاني بضرب زد ناقص 8 من 10 في زد ناقص 8 من 10 ناقص 0 يبقى تديني زد ناقص 8 من 10 في زد ناقص 8 من 10 ده كده واحد على المحدد في مصفوفه بدل بقى اشاره القطر ده طبعا صفر وصفر اشارتهم مش هتفرق يعني في الحاله ديت هيبقى هي دي الترانزيشن ماتريكس الفاي اوف زد يبقى انا دلوقتي عندي الفاي اوف زد معلومه اقدر اروح ماتريكس فاي اوف زد فبقى هنا في زد هو ظهر وزد هنا ظهر ده الزد اللي كبرناه الفاي اوف زد قطعه ثاني مضروبه في البي مضروبه في اليو اوف زد خلي بالك وهنا قال لك يونت ستيب ريسبونس يعني اليو اوف زد بزد على زد ناقص واحد شلت اليو اوف زد وعوضت عنها واحد يبقى في الحاله ديت اقدر بقى اضرب الماتريكس في بعض زي ما شايفين العمود ده اللي هو واحد وواحد لما يضرب هنا يبقى كاني بجمع كل صف اداني عمود في زد على زد ناقص 8 من 10 والصف الثاني زد على زد ناقص 8 من 10 زائد لما اضرب الثلاثة دمت في بعض طبعا يعني هنا يا جماعة انت الزد على زد ناقص 1 كأنها انضربت هنا وانضربت هنا يعني كأن الواحد ده بقى زد على زد ناقص 1 وهنا نفس الكلام فلو ضربت ده هنا هيديني زد على زد ناقص 1 مضروبة في المقام في زد ناقص 8 من 10 نفس الكلام هنا في الحالة ديت يبقى انا اقدر بعد كده بمجرد النظر ان انا اجيب الانفرس بتاعها واجيبها في الديسكريت تايم لو انا عايز اجيب الاكس اوف تي فطبعا هنا عندي الزد على زد ناقص 8 من 10 في زد ناقص 1 عملها بالبارشال فراكشن يعني مش لازم بقى ان انت تقعد تعملها بورقه وقلم كتير كده ممكن مجرد النظر يعني هقول ثابت على زد ناقص 8 من 10 وده ثابت على زد ناقص 1 وطبعا خلي بالك هنا الزد هنا كانه كان واخدها مشترك عشان يقلل الحسابات يعني كانه واخد الزد اللي عندي ذات مشترك فطلع قيمه الثابت اللي عندي سالب 5 و5 ونفس الكلام هنا يقدر يعملها بالبارشال فراكشن بعد كده بقى هو عمل انفرس على طول زد ترانسفورم عمل انفرس زد ترانسفورم للاول واحد ده اللي هو زد على زد ناقص 8 من 10 طلع ب 8 من 10 اس كي ناقص 5 زد على زد ناقص 8 من 10 طلع ب 8 من 10 اس كي زائد 5 زد على زد ناقص 1 ب 1 يبقى ممكن يقول 5 او 5 في يو اوف كي نفس الكلام هنا فكانه عمل زد لكل عنصر موجود عنده طبعا كان ممكن واحد يا جماعه يجمع الاول العناصر دي
وبعد كده يجيب الانفيرس على طول. هي هي لان انت لما جه عمل هنا الانفيرس زي ما شايفين فيها عناصر تتجمع على بعضها، ال 8 من 10 اس كي ناقص ال 5 في 8 من 10 اس كي، فكانه واخد ال 8 من 10 اس كي مشترك، هيبقى لك 1 ناقص 5 يدي لك سالب 4. هو ريه ثاني بسيط نفس الكلام هنا، لو خدت ال 2 من 10 اس كي مشترك فكان يبقى لك من هنا 1 ناقص 1 و25 من 100، فكانه خدها مشترك كان لي سالب 25 من 100 في 2 من 10 اس كي. ففي الحاله دي هتقدر بقى يحسب الواي اوف كي عباره عن السي اوف كي، السي عندك والاكس اوف كي عندك اللي احنا لسه حاسبينها دلوقتي، تطلع عندك الاي اوف كي الواي اوف كي بالشكل ده. طبعا كان يقدر واحد يسيب الاكس اوف زد لحد دي كده زي ما هي ما تعملش اي حاجه تانية، وبعد كده اروح اعوض في المعادله بتاعت الواي اوف زد مش الواي اوف كي، اقول له سي في الاكس اوف زد هتطلع لي فانكشن في الزد اجيب لها الانفيرس زد ترانسفورم، يبقى انا جبت الواي اوف كي. يبقى كان ممكن واحد يحلها بطريقه تانية. تمام كده يا شباب الناس معايا؟ تمام يا دكتور. تمام تمام. المساله الثانيه طالب مني ان انا اتشيك الكونترابيلتي والابزرابيلتي للسيستم. هو هنا مديني ماتريكس A 3 في 3 سيستم 3، الماتريكس دي 0 1 3، الماتريكس C 1 و0 و2. طبعا في الكونترابيلتي ماتريكس لو انا عايز اتشيك الكونترابيلتي في الحاله ديت هو سيستم درجه ثالثه، يبقى ثلاث اعمده، العمود الاول B، العمود الثاني F B، العمود الثالث A تربيع في B. ال B طبعا عندي خلاص، طب ال A في ال B؟ ادي الماتريكس A اضربها في ال B ادتني العمود ده. ال A تربيع في ال B اعملها على خطوتين، ال A تنضرب في ال A B. ال A عندي هي وال A B اللي انا حسبتها في الحته اللي فاتت اضربهم في بعض تدي لك ال A تربيع في ال B. حط بقى الكونترابيل ماتريكس ده العمود الاول اللي هو ال B، ده العمود الثاني اللي هو ال A في ال B، ده العمود الثالث اللي هو ال A تربيع في ال B. طبعا عشان تجيب المحدد بتاع مصفوفه 3 في 3 فك عن طريق اي صف او اي عمود فيها. هنا انا فكيت عن طريق العمود الاول بس تسهل باخد اللي فيه صفار، فانا فكيت عن طريق العمود الاول، الاشاره تبقى موجب سالب موجب، يبقى كاني بقول موجب صفر طبعا هاخد محدد، فطبعا صفر في اي حاجه هيديني صفر، فهاخد من اللي بعدها بقى اللي هو الواحد، الاشاره بتاعته سالب فقلت سالب واحد اهو، في محدد هلغي الصف والعمود بتاعه يبقى لي محدد فيه 3 وسالب 2 وسالب 5 وسالب 20. لما اضربهم في بعض يديني سالب 60 ناقص زائد الثلاثه برضو الغي الصف والعمود بتاعه هيبقى لك محدد فيه 3 وسالب 2 و11 و7 طرفين ناقص وسطين هيدي لك 21 زائد 22. طبعا لو جيت احسبها هتلاقيها رقم بالموجب او السالب مش فارقه، اهم حاجه انها تكون لا تساوي الصفر. ففي الحاله ديت هيطلع السيستم كنترولبل في المثال ده. طيب تعال نشوف اللي بعدها. الاوبزرفابيلتي ماتريكس عباره عن ماتريكس فيها ثلاث صفوف، الصف الاول سي، الثاني سي في A، الثالث سي في A تابع. طبعا السي محسوب خلاص، طب السي في A هضرب الماتريكس سي في الA هيديني صف فيه سالب 1 وسالب 4 وسالب 1. السي في الA تربيع اعملها على خطوتين، سي في A مضروبه في A، السي في A انا حسبتها في الخطوه اللي فاتت اهي، هضربها في الA هيديني الصف ده. لو انا جيت بقى احطهم في شكل ماتريكس فور يبقى الاوبزرفابيلتي ماتريكس الصف الاول السي اهو، الصف الثاني السي في الA، الصف الثالث السي في الA تربيع. فك عن طريق اي صف او اي عمود، كان ممكن واحد يفك عن طريق الصف الاول. انا هنا اخترت نفس العمود اهو، فالاشاره عندي موجب سالب موجب. يبقى ما فيش عندي الا عنصرين بس لان الثالث بصفر. الاولاني موجب واحد هلغي الصف والعمود بتاعه، يبقى لي محدد فيه سالب 4 وسالب 1 وسالب 6 وسالب 12. الصف اللي بعده سالب سالب 1، يعني كاني بقول موجب واحد، لو لغيت الصف والعمود بتاعه يبقى لي محدد فيه 0 و2 وسالب 6 وسالب 12. تقدر تحسب قيمه المحددات، هيطلع عندك ان المحدد بتاع الاوبزرفابيلتي ماتريكس ب 54 لا يساوي الصفر، يبقى السيستم هنا زيرو. طبعا انا بقول هنا يا جماعه ان الشرط بتاع الكنترولابيلتي والاوبزرفابيلتي ده مفيد جدا لما نيجي نعمل ديزاين بالستيدي سبيس زي ما هنشوف في المحاضرات الجايه ان شاء الله. ده كده يعتبر يعني احنا ايه غطينا معظم الحاجات اللي موجوده على الاناليسز اللي احنا ذكرناها دي. طبعا الناس ممكن بقى تجرب نفس المساله دي يا جماعه اللي احنا حلناها من شويه، بدل ما تعملها بدليل ان انت حسبت اكس اوف كي وجبت منها الواي اوف كي، لا سيبها لي اكس اوف زي الحاله دي كده، وبعد كده هات الواي اوف زد وهات الانفرس وشوفها هتساوي ديت ولا لا. طبعا المفروض انها بتساوي عشان بس تبقى انت فاهم ان لها حلين او طريقتين للحل. ده كده يا جماعه يعني حاجه بسيطه اديناها النهارده كده عشان ايه نجرب بس المنصه وشغاله معانا كويس ولا لا. في حد يا جماعه لسه بصار يا شباب؟ لا دكتور تمام شكرا تمام.
خلاص يا جماعه ان شاء الله على الواتس بقى زي ما قلنا تمام هيبان الميعاد، هنتفق مع بعض هنشوف الميعاد ونتفق عليه. تمام وطبعا الفيديو هو بيتحمل تلقائي بعد ما احنا بنخلص هقفل دلوقتي. تمام تمام ولو حد يا جماعه لسه صار في حاجه في اللي فات يعرفني المره الجايه، يعني انتوا ذاكروا واي حاجه وانتوا بتذاكروها وقفت معاكم الناس تسالني فيها وتعرف. تمام ده تمام يا دكتور. ماشي شكرا يا جماعه والسلام عليكم. ماشي مع السلامه. السلام.